السلام عليكم. طيب تغطيتنا اليوم بعد بالجمل، ما شاء الله سفينة الصحراء، سبحان الله، الله أعطاها ميزات ما شاء الله. جسمها استحمل الحرارة واستحمل حرارة الشمس، والعين مالها فيها رموش فنتين، شوفوا العين لها رموش داخلية ورموش خارجية. الله سبحانه وتعالى جعل لها عشان تحمي روحها عن التراب في الصحراء، ما تتأدى من التراب. وهم تأكل النباتات الشوكية، تقدر تطحنها ما تتأثر بأي شيء من الشوك مال النباتات. طبعا بس احنا هني لأن في محمية وفي حضائر نعطيهم علاف و أشياء بارزة يعني، أما برا لا، يأكلون النباتات الصحراوية بالنباتات الطبيعية الطبيعة يعني، أفضل لهم من هذا اللي يأكلونه الحين. طبعا هذه الأم مطرة، شوفوا العين اللي تلاحظون، أود لكم هذه تأكل بروحها. هذا عينه هني، شوف هاي عيونها، لا بعد ما تحس بالجوع ترجع وتطحن وردت تبلعها مرة ثانية.